قومد المقطع يا حبايب. نزلت مقطع على قناتي الثانية عن فضيحة بيسان واخو نور ستار بوس والشيء الزائف 18. صراحة ما حبيت انزل هذه الاشياء على قناتي لان يمكن الناس شوية هنا يتحسسون. ففضيحة زائف 18 على قناتي الثانية حاب اني اروح اشوفها. حنبهتكم هي زائف 18، الرابط بالوصف، الكل يروح يشوفها هناك ويفجر القناة. يلا الخبر اول اللي عدنا عن كارولين وصل قناتها باليوتيوب للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. روح حاليا القمر مارو تسريب لها فيديو من مقابلتها ويا لايف ستيج، فتسرب واحد من المقاطع على التيك توك الكل صار يتناقله. شفت بيا قمر مار قاعد تحكي ويا لايف ستيج يسوون مقابله ويا بعض، ومن واضح انه هذه المقابلة راح تكون كلش قوية وراح يكشفون بها هواية حقائق. ما ادري صراحة يكون احط لكم هذا الفيديو، شوفوه. هل حدا بيعزبك بالتصوير من الكادر؟ من الكادر؟ فيني اذكر لك اكثر حدا بيعزبني بالتصوير من الضيوف. من الضيوف مين؟ شو رايك؟ اوكي تمام. مين؟ هلا هلا يعني ممكن اقول قمر عزبتني شوي بالتصوير اليوم. لا لا عم بمزح، اكيد مش قمر. خلصنا الحلقة. بالاضافه للقمر يا حبايب، واخيرا رجعت من جديد بعد ما صار لها 24 ساعه تقريبا من نزل ستوري. الحمد لله هي حاليا نزلت على حسابها بالانستغرام ستوري تقول انه هي بخير. كانت كاتبه عليها انه غبت بس كم يوم، طلعت عليه هواي اشاعات طمنوا اني عايشه بس حابه اخذ شويه استراحه لان شويه تعبانه. والله يسعدها يا رب وان شاء الله يروح عليها همومها وتعبها. طبعا لا تنسون يا حبايب تدعوا لها انه الله يشافيها ويوخر من عندها التعب. روح حاليا لكريستينا اللي هي اخت ماريانا غريب واللي صارت تعلن عن انفصالها. في المعرف يا حبايب انه كريستينا هي متزوجه وعندها ولد، والبنيه مالتها هواي طلعها بالستوريات مالتها. واليوم يا حبايب هي نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان واحد بالمتابعين كان يسالها هل انت منفصله عن زوجك يعني، فصارت هي ترد عليه انه يب هي منفصله. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات اذا تعرفون هذا الشيء من قبل او لا. روح حاليا الوليد اللي هو اخو نور ستار اللي صار يستهزئون باخته. فالقصه كلها بدت يا حبايب اكو يوتيوبر اسمه ادم صالح، يوتيوبر عنده 4 مليون اجنبي شويه، له يلعب مباراه ملاكمه ويا وليد تقريبا بعد 5 ايام. فهم التقوا ويا بعض نوعا ما يسوون مثل الاحتفال قبل المباراه او مثل اجتماع. بهذا الاجتماع يا حبايب ادم صالح كان لابس بلوزه حاط بيها صوره نور ستار اللي هو اخت وليد، وهذا الشيء اللي خلى وليد انه يطلع شويه بالستوريات او باللقطات مالته اللي صار يتواجه ويا ادم. صار يسبه وسب زائد 18، طبعا السب كان بالانجليزي، احط لكم شويه لقطات تشوفوها. فكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو رايكم بحركه ادم صالح واللي سواه ويا وليد واستهزاء بنور ستار. طبعا سيره ملاكمه يا حبايب انا شايفها مع عنده مباراه ملاكمه راح يلعبها ويا شخص اسمه راشد. طبعا ما يعرف يا حبايب انه هذه الفتره اكو نوعا ما بطوله مصغره بين يوتيوبر تصير بيناتهم مباريات، وبهذه اللقطه لما انا شايف اقترب من الخصم مالته نوعا ما يسلمون على بعض، راشد قرب من عنده وشمر مثل البودره على وجهه، وهذا الشيء اللي خلى انا شايف فعليا عصب. بعد نزل شويه ستوريات وهذه الستوريات كان كلش معصب بيها، وصار يسب ويعيط ويصرخ ويقول اذا خسرت هذه المباراه انا حتنزل السوشيال ميديا. وصراحه صار له كلش مهمه شوفوها. في شيء كثير مهم لازم كلكم تعرفوا فيه، اليوم كان في تجمع انا لازم اوقف قدام راشد لانه في تصوير للفايت، فراشد بوقف قدامي وبرمي علي علبه بروتين وبيضل هارب، وانا بيهجم علي اربعه سكيورتي كبار بيهجموا علي بيمسكوني عشان ما اعمل شيء لراشد. راشد رمى البروتين عباني وهرب، رميت عليه السرماي البوت رميته على وجهه وظل هارب ظل متخبي، وانا هيني حاولت قد ما اقدر امسكه اتفه بوجهه واكسر عينه وادعس على راسه دعس، بس راح ضل هارب وراح اتخبى معهم، وهيني بالكراج واقف عند سيارته وزي ما انتم شايفين السقيطه ما اجى وجاب ناس تنزل له السياره خايف يجي، بس بوعدك يا راشد 30 الشهر راح ادعس عليك دعس، راح ادعس على وجهك دعس، راح اكسرك تكسير، راح اكسرك تكسير انت ولا اشي حبايبي، لانه كل الايفنت وكل الحكات كلهم صفين مع راشد، بس راشد وقت الفايت راح ادعس عليك دعس، كون جاهز. ما بتترك ناس تنزل لك السياره، بس انت واحد ولد رخيص، انت رخيص، هاي الناس بنزلوك سيارتك وهذا المدرب تبعك لانه انت واحد رخيص، انت لو انك زلمه بتيجي بتاخذ سيارتك. بس حبايبي اغلبيه 99% الايفنت كلهم صحبه مع راشد، وراشد اختارني انا لاني انا ما بلعب بوكس وانا صار لي بس 22 يوم تدريب، بس انت وقعت مع واحد عقله اردني فلسطيني راح يدعس على وجهك دعس. راشد راح اكسرك تكسير على الحركه اللي عملتها، وك لو انك زلمه ما بتهرب، وك انا لحقتك وكان علي خمسه ماسكيني ومش قادرين يثبتون، بتعرف لو مسكتك طحنتك تطحين لانك واحد رخيص، انت واحد رخيص مو زلمه. راشد الحصى انت واحد رخيص، لو انك زلمه ما بتهرب ولا كيف تهرب معك 40 واحد
ولك يا جبان 40 واحد معك بتهرب بتخليهم يجيب لك سيارتك وقت انت واحد جبان مش ذا. بوصل حبايبنا وصلت المقطع طبعا مثل ما قلت لكم المقطع على قناتي الثانيه كل يروح يشوفه يا حبايب. فجر المقطع باللايكات وبس. شوفوا فزنا مقاطع من القصص. مع السلامه.